فيكم في قناة The Five Girls Vlogs. طبعا اليوم قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب، واهم شيء السبسكرايب. طبعا اليوم بنسوي سويت، عقبها انتوا جابوا في البيت وقولوا لنا في الكومنتات اذا طلع حلو ولا لا. عقب ما نسوي السويت نخلص برباوي البنات بنقولهم يتذوقونه ويقولون اذا حلو ولا لا. ورمضان مبارك عليكم الشهر، وباي. حليب ابو قوس، اثنين قشطه، واثنين دريب ويب، واحد كريم كراميل، نوتيلا اختياري، بسكوت اولكا. نحط الخليط في الثلاجة عشان يكون نفس الكريمة، إذا تبون سووا، إذا ما تبون عادي. يعني ما يجهز الخليط اللي في الثلاجة اللي سويناه، نسوي شعرية أم أحمد وبراويكم شكلها النهائي. الطبقة الأولى من الكريمة والبسكوت، الحين بنبدأ بالطبقة الثانية. الحين ضفنا على الخليط شوية نوتيلا كزينة وكطعم، بنحطيه وبنزينه بالكندا. طبعا الحين خلصنا الخليط وبننظف الاطراف وبنحطه فوق الكندر وبنراويكم الشكل النهائي. طبعا ماما سوت شعرية ام احمد طلعوا، وانا برتبها الحين. طبعا هذا هو الشكل النهائي، شكلي شهي. هذا شكل نهائي ماله، بس نتريه يأذن عشان نجربه. طبعا الحين كم معلومة صاروا كلهم هني، فالحين بعطيهم مسبيت وعقب شوية بنأكلهم وبنخليهم يجربون. يلا تعالوا معنا. دقيقة بنطلع لأن في سويتات فوق. فيس هذا هو السويت اللي بروح لهم. طبعا خليتهم يغمضون. طبعا هذي لهم بربي. طبعا هذا هم، هذا هو السويت، وهذه سلامة، وهذه هيونة، وهذه منايا، وهذه كلهم، وهذه مريوم. اوكي وهذا هو السويت. وطبعا بنعدين ثلاثة وجربوا. ها 3 جربوا، فتحوا عينكم. اوكي 3 2 1. هاي انت سويتي؟ هي قولي والله. والله بعد في فيديو بعد. طبعا الحين كم مرة عدنا، عشان هاي قالت عن سويتاتي ان شكلها عادي لكن طعمها حلو. لا انا ما ارضى على نفسي انه يكون سويتي لازم شكله وطعمه. انا اقول العكس. لا ما عشان نوقف. طبعا الحين عقب شوي بنجربه لان تونا مفاطرين، تو يعني وايد كلينا.
واكل هالشيء. هذا بك هذا ابو عيسى. تعال ابو سلعة. طبعا هذا عدولي دولي ابو خدولي. طيب شو يضرب لنا؟ خالنا. انا بس حصه يعني تطلع عليها. طبعا هذا هو اللي سوى. يلا الحين بسوي ترند. اصبر اصبر هذا مال تيو تي 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 تيو تيو. يلا غني غني انت تعرفين. 1 2 3 رمضان كريم. رمضان كريم. بعدين بتصير. طلع أول مرة. يعني. ترى صوتكم عالي يعني. طبعا هون. بس بعد شوي بيختاروا بالفيديو. مو عشان. سلام سلام أنت تضبطينها وقفي. نزلي. خلاص أبو باستك. شكله يضحك. تبي أبو باستك. يلا خلاص باي. See you later, alligator. طبعاً اليوم اليوم ايش دخلت معي من عيد المقدمة؟ لا ما يحتاج. لا ما يحتاج. اوكي الحين طبعاً راح نجرب سويت عاشا. طبعاً هذا هو شكله. هي صح وهسه طبعاً كم كويس خلصت. طبعاً ادري ايش طبعاً انا سويت اصلا تسليك قوية وايد تسلك. طب هذا هو شكله طبعا شويه يعني ملحوس لاني انا قصري. انا ما ملحوس تعود كل شيء اسويه يعني شويه ها يعني. يلا 3 2 صب صب صب. بسم الله. وانت اصبري. بسم الله. والله لا حلو يعني. والله حلو حلو لكن صدنا مستحيت ممكن من نفسي يعني. انا اسوي شديد جمال اعمل والله لذيذ. حسيت ان انا عامل روح بجرب مع التندر. يلا قلنا مع التندر. يا كسر اخاف انكسر. شو شوكه اخاف انكسر. خلاص اقول شيء لا فك من هاو. والله انا اخترب مالي طاعك يستوى حتى انا طاع. يا جماعه شوفوا عقب ما اعطى حتى ما ينقص. يلا يلا بس 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 بري ما ينقص. صبروني تبى تاكلي تبى من مال الله. لا حلو بس الخاشوكه تصير بدها هيك انت مره واحده خذي ثاني على بعض. يلا وان حلو كيف سويتي 3 ارجي كس شوي كده. يلا وان 2 3 حلو. ويا كندا رحله. انت مش قلت لي يابس بماي طيب نشرب قليلا من الماء المنعش. وين نبلش؟ وين نبلش؟ وصار يوم فكرت خلاص الحمد لله. وين نبلش؟ طب خلص الوردة بعد بلشنا وخلصنا عقب كنا ورد. اه شباب ذكرت مال الشباب الابيض. طبعا يا جماعه تقول لي في شيء في الشارع انت شلون ما تشوفونين؟ من عدين 5 وتحطون اشتراك لايك كل شيء كل شيء 1 2 3 4 5 تعالي وي طبعا عارفكم ما حطيته بس يلا لزي تعالي خلي شتمبانين وي وايد نداس ذا ترى ها على قولك من نمبر متلطقة فيك كنت بقول كلمة. طبعا هذه هي ليدا. ليدا سي ميك لايك اند شير اند سبسكرايب اند كومنت. وات وات سي اوكي كم كم تعي قولي سي يا ابوك مسكينه قاعده تربع البقايه ونحن بعدين وين نتكلم صراحه سين سيونز. طبعا هذه كواليسي لا تنسونا
وان. طبعا في نهايه هذا الفيديو لا تنسون من مخطط حاجة خواليس. طبعاً في بنت. أي كانت تصيح توقف. ربناها. دخلت البنت دخلت. يلا عبريني لكم الفيديو. صح ان الفيديو وايد كثير بعد هي صح بنات ترى ما صح خلاص ما صوتنا سال في البيت ملع فيس احب الفيديو وبس وكذا كان خلصنا الفيديو باي شو هذه افتح الفرن تعال تعال ايش هذه يا اوه تكيت ابوي عايش فيها انا عايش هاي هاي تقول اقول خلاص بس من انهي الفيديو وخلاص يلا باي تلفون مجلوب طبعا الحين وقف استنى 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 والله يلا الحين اسكتي طبعا اللي ركز كلنا مطقمين بس سلامة مسكينة ما ولدت هي لابسة انا مطقمة مع عواش الثانية طبعا انا ومريم مطقمين وشنا ومنايا هي وخالتي مطقمين هيونا هي واختها وعمنا امك مين سلومي امك شو مطقمه ايه امك شو يا بقولكم شيء ماما بروحها مسكينة انا قلت حق ماما ليش سلام بعدين بعدين تشوفونا ترن انا قبل حق ماما نعم نحن ما تخطفنا ونحن مستانسين اصلا حياتنا قالوا سوينا عشان في مشاكل عائلة توت طبعا الحين بنروح من ينس من الطالع حدودة فيها مسلسلات عقب بنروح نصلي صلاة التراويح عقب بنيكم وبنجرب معاكم السويت سو باي.